ثمن عيد الشهداء مع عيد الفصح المجيد الذي يجمع بين أبناء الشعب الواحد في تعاليمه وأفكاره. والمسيحيون المشرقيون يؤكدون على الشهادة في سبيل نشر تعاليم الخير والمحبة والسلام. المسيح قام. المسيح قام. المسيح قام. أرض السلام مهد الحضارات احتفلت بقيامة رسول المحبة والسلام بجو من الحزن والأسى لما يحصل في الوطن من قتل ودمار وتعد على الإنسانية، فاقتصر العيد على الصلوات والقداديس مع أملهم في العيد القادم أن تنعم سوريا بمزيد من المحبة والتآخي. يتزامن يوم القيامة المقدس مع ذكرى الشهداء الذين سطروا ملاحم بطولية لقيامة سوريا الحياة. قداس ديني في الكنيسة المريمية بدمشق بمناسبة عيد الفصح المجيد ترأسه غبطة البطريرك يوحنا اليازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، دعا فيه إلى الحوار والعيش المشترك والتلاقي كثوابت أساسية لخروج سوريا من محنتها وعودة الأمن والسلام إلى ربوعها. رجاؤنا في زمن القيامة هذا أن تعبر سوريا الحبيبة هذه المحنة وتعود تلك الأيام التي ربت وتربي أبنائها ليكونوا شهودا للمحبة يترجمونها محبة للأرض والإنسان، تطرد كل حقد وكراهية وظلم، راسخين ومؤكدين على ثوابت الحوار البناء والعيش المشترك واحترام الآخر وتقبله. وبهذه المناسبة التي تصادف عيد الشهداء لا ننسى كل من شهد للحق وبذل دمه من أجل وطننا الغالي. وجوه المصلين تتطلع وعيونهم تدمع من حزنهم على ما تتعرض له سوريا من مؤامرة شيطانية، ولكن السوريين لن يثنيهم العداء الممنهج. وجاء يوم قيامة السيد المسيح ليس فقط من أجل المسيحيين بل لكل البشر، حيث عمل وعلم وتعذب وتألم لأجل البشرية بكاملها. زرعوا في خاصرتنا إسرائيل الصهيونية العالمية التي هي على يدها صلب المسيح وعلى يدها تتعذب المسيح وعلى يدها تألم المسيح، أي تألمت الإنسانية بكاملها. اجتمعوا بالصلاة لأجل سوريا، وشارك الصلاة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بالدعاء لقيامة الخير والمحبة. الشهيد هو حي، لا بل الشهيد هو الذي يعطي لكل بلد معنى كيانه وهويته الحقيقية. فالشهداء هم في تاريخ المسيحية تاريخ المسيحية، والشهداء في تاريخ الأمم هم تاريخ الأمم. ونحن اليوم ليس فقط مصادفة يكون عيد القيامة عيد الشهداء، نحن بلدنا سوريا هو بلد القيامة كما هو بلد الشهداء. المسيح قام، حقا قام، هذا ما قاله المصلون في الكنيسة المريمية بدمشق أرض المحبة والتسامح والسلام. المسيح قدم للإنسانية والشهيد قدم للوطن، وكل مين بيقدم فهو بيتخلد، وهذا هو فعليا معنى القيامة. دائما بعد درب الآلام آلام المسيح صارت القيامة، فنحن كل ما عم نتحمل آلام لابد من أنه يكون في إلنا يوم بالأخير تنفرج. القيامة هي الحالة شي كتير الله يعني بشر فيه لحتى يقوموا الناس من الظلم من الجهل. كل ما عم بيموت شهيد كل ما عم نعتز أكثر أنه نحن عم نعرف أنه هو عم بيطلع لعند الرب بفخر واعتزاز. بحب عزي أمهات الشهداء قدموا أغلى ما عندهم، وبينعاد على سوريا بالخير يا رب. سوريا عم تتألم، بتأمل قيامة سعيدة للكل والناس ترجع تعيش بمحبة وأمان وسلام. الكنائس دقت أجراسها انتصارا لسوريا الوطن، مشددة أن ثقافة المحبة والسلام ستبقى أقوى من دعاة الإقصاء والقتل والخراب لحماية سوريا التنوع والمساواة بين أبناء شعبها. الوقوف معا الشعب والجيش السوري في وجه المؤامرات المحاكاة ضده في الداخل والخارج، هذا ما أكده المشرقيون في كنائسهم بعيد القيامة، ويؤكدون على التمسك بالشهادة دفاعا عن كرامة وعزة سوريا الأبية
لأخبار تلفزيون العربية السوري بشار صقر من الكنيسة المريمية دمشق.